ازيك؟ ايه يا بوسي، انت هنا في الفيلم؟ اشتغلي معاك زيارة. زيارة؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. ايه بس انت بتحب لعب الطاولة معاك؟ يعني هي اكل وقت الفراغ، انت عارف طبعا بشتغل في السينما بيبقى في وقت بين الشوط والشوط، فبيبقى في يعني الواحد بيحس بزهقان شوية فبيتسلى. تسلم، انت غاوية طاولة؟ ولا كورة. ده كلام، تسلم عايز تلعب طاولة. انت جاية لزيارة؟ اه. اخبارك الفنية ايه؟ بعمل سهرة مع برا الشيخ وفيا نور، وبعمل تمثيلية مع سيد احمد التوفيق. والسينما؟ السينما جاية قريب يعني، حاجات كده. واخباركم بقى احدث عروسين، لقيتوا شقة؟ والله احنا لقينا شقة بس لسه ما خلصتش، المفروض انها تخلص في مارس. ومارس جه والراجل ما سلمناش الشقة، وبعدين يتحججوا ان مفيش يعني الحاجات اللي بيشطبوا بيها، الخشب غالي ومش عارف ايه غالي، والظاهر يمكن يطلبوا مننا خليه ورجل بقى كمان. وبتوضبوا بقى مشغولين في توضيب شقة؟ لا مش شقة يعني، مش للدرجة دي. لا احنا واخدين شقة صغيرة يعني، متفقين سوا ان احنا مش هنخلف الا بعد مدة فقاعدين نجيب الحاجات اللي تكفينا احنا الاثنين بس. لو بنجيبها حاجة حاجة يعني. انت خدتي توجيه امتى يا بوس؟ خدتها سنتين ورا بعض. يعني رحتي معهد سينما او لا دراسة فنية يعني ولا اولى تجارة؟ تجارة. حاولت ادخلها المعهد ما قدرتش، هي صممت على كلية التجارة. طب ليه؟ بس اعتقد انها تخش المعهد السنة الجاية ان شاء الله. هتسيبي تجارة يعني تخشي؟ لا الاثنين مع بعض. سوا؟ اه. طب ايه دورك في الفيلم؟ هو نوع من الافلام الحقيقي اللي مفتقداه السينما المصريه اليوم، يعني هي مشيت في طيارين، يا اما طيار سياسي جاف يعني ما فيش اليونت مناقشه القضايا بجو انساني، وافلام مسطحه قوي ما لهاش قيمه. اللون ده من انواع الميلودراما، انا بشبهه، البعض بيفهمه غلط، بشبهه بالافلام الهندي، لان اتضح ان انجح الافلام في مصر الافلام الهندي، فهو الفيلم على بعضه فيه تركيبه هنديه يعني ملحمية. يعني اكتر منه يعني، مش ملحمه عشان ما فيش مباشره، لا في الغناء، في الرقص، في المصادفه الميلودراميه، في كل ده موجود، واللي ده اللي بيشبع الناس للاسف. ده يبدو ان الماديه والمدنيه والتطور خلى نفسيه الانسان محتاجه لعواطف جياشه زياده عن اللزوم، غير واقعيه يعني. زي لاف ستوري لما نجح هنا، وان كان طبعا المخرج كان عظيم في تناوله بنعومه للاحداث، لكن ثبت ان افلام الهند وهم بيتناولوا العواطف والافكار بعنف زياده عن اللزوم، واحد صديقه الاثنين بيحبوا واحده فالتاني زعل فيروح يحط ايده قصاد المنشار، شيء ومع ذلك بينجح وبيجيب فلوس زي الرز. الناس بتحب اللون ده. اه، فهي الدور ولد اللي هي التركيبه الموجوده في افلام كتير، ولد من الطبقه العاليه بيحب بنت فقيره. بس. وطبعا بيقابلهم صعاب واختلاف في الافكار. واختلاف في الظروف وضغوط بتؤدي في النهايه ان البنت بتموت يعني نتيجه ظروف اجتماعيه وظروف بعض الناس متمسكه لسه بالطبقيه في المجتمع الاشتراكي، فبتؤدي في النهايه ان البنت بتروح ضحيه الاختلاف الطبقي. هنبارك لكم امتى في بيتكم الجديد؟ ده هو حكم ليها. يا لا ما خلصت السنه دي، وما تخلص اللي بيخلص البيت يعني. انا عايز اسالها سؤال اللي هي بتكسف تقوله لي او بتاع، ايه اكبر عيوبها؟ مسنون عزيزة، الكاميرا جاهزه. طيب معلش انا اسف قطعنا الحديث وما لقيتش العيب. اساله لك.